بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم اليوم في لقائنا التعليمي السادس، والذي هو بعنوان الشراء بالكمية المناسبة ورقابة المخزون عليها. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على التعرف على مفهوم الكمية المناسبة للشراء والعوامل المؤثرة في التقدير الكمي للمشتريات، وأيضا التعرف على المشاكل المصاحبة للانحراف التحديد المناسب لكمية الشراء، والتعرف على تحديد مستوى إعادة الطلب والرقابة على المخزون. بعد أن أنهينا الشراء بالجودة المناسبة، نأتي إلى الشراء بالكمية المناسبة منعا لأي استنزاف أو أي زيادة شراء قد ربما لا تحتاج له بعض الشركات والمؤسسات الصناعية بالذات. وبالتالي من أهم الأهداف لوظيفتي الشراء والتخزين توفير احتياجات المنشأة من المواد والأجزاء بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب، وذلك يتطلب الشراء بالكميات وفي الأوقات التي تضمن الوفاء بهذه الاحتياجات، وأيضا تضمن جعل التكاليف الشراء والتخزين أقل ما يمكن من ناحية أخرى. ويعتمد الكثير من المسؤولين عند الشراء على خبرتهم في تقدير الكميات الواجب شراؤها من المواد والأجزاء، لكونهم أقدر الناس على الإلمام بظروف الشراء، وأيضا لديهم من الدراية ما يمكنهم من التوفيق بين الاحتياجات المقدرة وبين طريقة توفير تلك الاحتياجات. وقد يكون هذا صحيحا في عمليات الشراء الصغيرة، حيث تقل عدد الأصناف المتعامل فيها وكذلك أحجام شراؤها، ولكن مع تعدد الأصناف وتنوعها وكثرة الكميات المطلوبة منها، فإن الخبرة وحدها لا تصلح في تحديد الحجم الأمثل للكمية المشترى. إذن نحن اليوم في إطار معرفة مفهوم الكمية المناسبة، وبالتالي فالكمية المناسبة معناها أنه يتم توفير المواد والسلع والمهمات وسائر المستلزمات بالكمية التي يحتاجها الإنتاج، وبالتالي يعد توفير وتدبير احتياجات الشركة من أهم أهداف إدارة المشتريات، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في الحدود المناسبة من ناحية الجودة والكمية والسعر والوقت. والكمية المناسبة هي الكمية التي توفي باحتياجات جهات الاستخدام. هذا نتفق على هذه الفكرة، بأنها الكمية التي توفي باحتياجات جهات الاستخدام دون مغالاة أو تقصير، وتحقق أقل كلفة كلية ممكنة للشراء والتخزين معا، وكذلك أيضا تجنب المخاطر وتحقق لها الوفرات الاقتصادية. من القرارات التي يجب اتخاذها بعد تحديد الجودة المطلوبة ومعرفة الأسعار، تحديد الكمية التي يجب شراؤها. فالحاجة للشراء تتضمن تحديد الكمية. عندما نحن في مؤسسة أو في شركة نريد أن نقوم بعملية تحديد شراء، فلا بد عندما نريد الحاجة علينا أن نحدد مقدارها، وبالتالي فمجالنا اليوم هو تحديد هذه الكمية وبالمواصفات معا، يعني تحديد كمية ومواصفات الكمية أيضا لا بد أن يكون مشتركة فيما بعد. والشراء لمقابلة الحاجات العاجلة أو الطلبات الفردية يعتبر في المؤسسات الصناعية من العمليات غير الاقتصادية. نحن نتكلم العاجلة هذه قد ربما تطلب في أي وقت، لكن نحن نتكلم عن الكميات الاعتيادية التي متوقعين نحن أن نشتريها بشكل دوري وليس بشكل عاجل أو عبر طلبات فردية، وبالتالي هذا ما يهمنا فيها في هذه المحاضرة. كما أن شراء الكمية دفعة واحدة يعتبر طريقة غير عملية وغير ضرورية، وبالتالي قد ربما تحصل هناك بعض المستجدات في عمليات الشراء قد ربما تنخفض الأسعار في المنبع، في منبع المواد الخام، وبالتالي قد استعجلنا في قرار الشراء، وبالتالي نحن دائما نحدد كلمة تحديد الكمية، تحديد الكمية، وبالتالي هي عملية طبعا مجدية تقلل التكاليف وأيضا توفر السلع أو الأجزاء نصف المصنعة أو الخامات بالشكل المطلوب والشكل الصحيح. وأيضا تقع المسؤولية على وظيفة الشراء لكي توفر للمؤسسة الكميات الكافية عند الحاجة
إليها. معنى ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين الكميات الموجودة والاحتياجات التي تحددها العمليات الإنتاجية. تحديد كمية الشراء، كيف نستطيع أن نحدد كمية الشراء المطلوبة؟ نحددها بالآتي: لابد أن نضع لنا مخطط إنتاج، أي بمعنى يمكن تحديد المسبق للاحتياجات، الكمية ومعدل الاستهلاك أو السحب من المخازن. ونجاح الوظيفة هنا يقاس بمدى تلبيتها للحاجيات دون تجميد مبالغ كبيرة كسلع في المخازن. أيضا الطلب عند الحاجة، هذه الطريقة تستعمل عندما تكون السلع جاهزة في السوق بالشكل الذي لا يؤخر استمرار العمليات الصناعية، وبالتالي طالما أنها موجودة وجاهزة، سلع جاهزة وليست أجزاء أو مواد خام، فبالتالي يكون الطلب عند الحاجة لأنها أصلا متوفرة في السوق. المشتريات الخاصة، ويتعلق الأمر ببعض الأصناف من السلع التي لا يتكرر شراؤها كالتجهيزات وبعض المواد التي لا تدخل في المخازن وبعض الإمدادات الضرورية لمشروع خاص، وتكون الكميات المطلوبة في هذه الحالة محددة ومعادلة لمثل هذه الاحتياجات. وكذلك من المسائل المهمة هي أن يكون القائمون على الشراء على علم تام وسريع بخطط الإنتاج والعمليات والجداول الإنتاجي، وبالتالي لابد أن تكون لديهم نسخ موجودة في إدارة المشتريات قادمة من إدارة الإنتاج وإدارة العمليات، وبالتالي يكون عندهم علم مسبق بما هو مطلوب. ولهذا فعليهم المشاركة في جميع اللجان الإدارية التي تطلع برسم السياسات وتكوين خطط الإنتاج. كما يمكن لوظيفة الشراء أن تساهم في هذه اللجان بالمعلومات التي تقدمها عن المواد المتوفرة، هناك معلومات عن الرصيد المخزني الموجود لديهم، هناك معلومات تتحدث عن هذه السلع أو المواد الخام في الخارج، هل هي بسعر مرتفع، هل هي بسعر منخفض. وبالتالي عندما أقول تخطيط مسبق، بمعنى أن احنا نضع النقط فوق الحروف، وبالتالي هذه المعلومات تفيد المؤسسة عندما تكون بصدد رسم السياسات ووضع البرامج حتى تكون فعالة وناجحة ومتماشية مع الاتجاهات العامة. أما التنبؤ باحتياجات المواد والكميات في حالات الطلبات المستقلة أو الخاصة فإنه يكون صعبا، وفي هذه الحالة تزداد الأهمية لضرورة الاعتماد على السجلات الماضية من أجل تقدير هذه الاحتياجات. من العوامل المؤثرة في التقدير الكمي للمشتريات لدينا عوامل داخلية ولدينا عوامل خارجية. العوامل الخارجية ظروف العرض والطلب، وتقدم معنا ظروف العرض والطلب، وقلنا أن العرض يمثل المنتجات الفعلية الموجودة في السوق، أما الطلب فيمثل حاجات المستهلكين الفعلية لتلك المنتجات، وتحت ظروف الشراء للشركة سوف تكون قليلة من المواد الأولية، أي أن الوقت غير مناسب لطرح منتجاتها بشكل وفير لوجودها في السوق من قبل الشركات المنافسة الأخرى. أما في حالة ندرة هذه السلع وهناك حاجة وطلب من المستهلكين، يمكن شراء المادة الأولية بحجم أكبر لإنتاج وإشباع هذه الحاجات. اتجاهات الأسعار، إذا كانت بحوث السوق والتي تتقدم معنا في مجال بحوث السوق في أحد لقاءاتنا السابقة، إذا كانت بحوث السوق التي تقوم بها إدارة المشتريات تدل على أن هناك اتجاه مستمر لارتفاع الأسعار، فقد يكون من المناسب شراء كميات كبيرة تكفي لسد الاحتياجات في المستقبل، لأن احنا قادمين على ارتفاع أسعار، فبالتالي لما لا أن نقوم بعملية الشراء في الوقت الحالي وبكميات نتوقع أنها تكفي للفترات السابقة. توفر الأصناف البديلة، إذا كان احتمال ندرة في الأصناف ونقص المعروض، فإننا ممكن نستعين بالأصناف البديلة التي تتطابق مع هذه الأصناف التي فيها ندرة، وبالتالي يعكس هذا الحال كثرة الأصناف البديلة الموجودة في الأسواق. هذه عوامل خارجية. أما العوامل الداخلية فممكن أخذها بشكل وجيز، وهي سياسة الشركة الشرائية والتخزينية. تؤثر سياسة الشركة الشرائية على تحديد الكمية التي يتم شراؤها، حيث تقتضي أن تأخذ في اعتبار التوقيتات التي تكفل انتظام عملية الإنتاج والمحافظة على أموال الشركة. وفي تقرير السياسة تلتزم بمستويات التخزين بحيث لا يؤدي كبر حجم الكميات المشتراة إلى زيادة المخزون، وهذا قد يقود نحن إلى موضوع أن الشركة تحتاج إلى مخازن أخرى، فيما لو أرادت الشركة أنها أن تزيد من مخزونها لظروف كما قلنا عليها سابقا
لظروف عوامل المعروض عندما يكون بأسعار منخفضة، أما إذا كانت بأسعار مرتفعة فلا مجال للتوسع في المخزون. معدل استخدام المواد، إن معدل استخدام المواد أو الأصناف من العوامل التي تحدد كمية الشراء، لذا نجد في حالة الشركات الصناعية ذات الإنتاج المستمر تحتاج في أغلب الأوقات إلى المادة الأولية، لذا نجد أن كميات الشراء تكون أكبر فيما كانت الشركة تعمل بنظام الطلبيات، بحيث تكون معدلات الاستخدام ثابتة وعلى مدار خطة إنتاجية واضحة. قدرة الشركة المالية، إن تكاليف الشراء لأي شركة تعتبر كبيرة، وهي تمثل عبئا ماليا هي ثمن الأصناف والأجزاء المشتراة، وبالتالي تمثل الإمكانيات المالية المتاحة للشراء والتي يجب على القائمين الالتزام بها للوصول إلى شراء احتياجات المنشأة بالمواصفات المطلوبة. من المشاكل المصاحبة لانحراف التحديد المناسب لكمية الشراء مخاطر نقص كمية الشراء عن الكمية المناسبة، وبالتالي عندما تنقص هذه الكميات فإن قد نتعرض لمشاكل كثيرة في الإنتاج وفي عدم التسليم البضائع في الوقت المناسب، وبالتالي ومنها ارتفاع تكلفة الشراء بالنسبة للوحدة وعدم الاستفادة من خصم الكمية مع ارتفاع تكاليف عناصر الشراء الأخرى، سواء النقل سواء الشحن التأمين وما إلى ذلك من العوامل التي قد تسبب مشاكل مالية. كذلك زيادة الخسائر المباشرة الناتجة عن ظهور الطاقة العاطلة نتيجة توقف العمليات الإنتاجية بسبب صعوبة الحصول على المواد اللازمة للتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة مشاكل العاملين وزيادة الخسائر غير مباشرة الناجمة عن انخفاض المبيعات وضياع الفرص البيعية. لدينا أيضا مخاطر المغالاة في كمية الشراء عن الحد المناسب، وأبرزها نقص السيولة اللازمة للمنشأة نتيجة زيادة حجم الأموال المستثمرة في الكميات الإضافية للشراء، مما يترتب عليه نقص الأموال المتاحة للاستثمار في مجالات استثمارية متعددة، وظهور رأس مال عاطل ممثلا في حجم الزيادة في كمية الشراء عن الحجم المناسب وتحمل تكلفة عدم استخدام هذه الأموال في مجالات أخرى. كذلك ارتفاع تكاليف التخزين ممثلة بتكاليف المساحات والإيجار والأجور لأمناء المخازن والمصروفات العمومية كالكهرباء والمياه، وتحمل المنشأة لخسائر رأس مالية نتيجة مخاطر تقلبات الأسعار. أيضا لدينا موضوع آخر في الشراء بالكمية المناسبة، وهي كيفية حساب كمية الطلب الاقتصادية، كيف نحسب هذه الكمية. إن تحديد الكمية المناسبة للشراء يعتمد على مجموعة التكاليف التي تتحملها طلبات الشراء، ويساعد تحليل جميع عناصر التكاليف بالكمية التي تشترى في تحديد أفضل كمية اقتصادية للطلب. ومن ناحية العملية فإن هذه التكاليف يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف الحصول على المخزون. وبالتالي قد بالنسبة لتكاليف الحصول المخزون هناك عدة تكاليف ربما أن نتحملها، وهي تكاليف استثمار المخزون، تكاليف التلف والتقادم، تكاليف الخزن، تكاليف رجال التخزين وأجورهم التي سندفعها عليهم، مكافآت رواتب، كذلك تكاليف أجور التأمين، اندثار مباني مخازن الإهلاك نقول عليه، كذلك مصاريف تشغيل المخازن الأخرى، الإضاءة، التهوية، الصيانة، التصليح، الرسوم، الضرائب، هذه كلها أمور لا بد أن تأخذ في الاعتبار في موضوع تكاليف استثمار المخزون. أما تكاليف الحصول على المخزون، تكاليف أوامر الشراء، فإنها تتناسب بشكل عام، هي تتناسب تناسبا عكسيا مع حجم الطلبية، أي أنها تقل كلما ازداد حجم الطلبية الواحدة. وتشمل هذه التكاليف مثل جزء معين من أجور المرتبات والمصروفات المتعلقة بأنشطة الشراء ونقل ومراجعة المخزون والتسليم والفحص وتسوية حسابات الموردين، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالمهمات المكتبية. أساليب تحديد الكمية الاقتصادية ممكن نحن نحددها إما بالطريقة البيانية باستخدام المعادلات، كما تقدم هناك علاقة عكسية بين كمية الطلب الشراء وبين كل من تكلفة الشراء والتخزين، فكلما زاد حجم الطلب ارتفعت تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، بينما تأخذ التكلفة السنوية للشراء أو التوريد في الانخفاض. وعليه وموجب هذه الطريقة ممكن احتساب الكمية كالآتي: الكمية الاقتصادية للطلب
تساوي كمية الاحتياجات في مصاريف الشراء على سعر الوحدة الواحدة في كلفة التخزين الواحدة. أيضا عندنا أسلوب آخر لحساب للقيام بعملية الشراء بالكمية المناسبة، وهي الأسلوب الجدولي أو أسلوب الدليل الرياضي، نسميها الدليل الرياضي. تحدد كمية الشراء وفق هذه الطريقة بالاعتماد على إعداد جدول للعديد من الاحتمالات الخاصة بتوزيع الاحتياجات على شهور السنة، بمعنى الشراء مرة كل شهر، أو الشراء مرة كل شهرين، أو الشراء كل 3 شهور، وهكذا. وفي كل مرة يتم احتساب تكلفة الشراء السنوية وتكلفة التخزين السنوية والتكلفة الكلية للشراء، وبالتالي يتم العديد من المحاولات على أن تتحدد الكمية الاقتصادية عند تلك المحاولة التي يكون عندها تكلفة الشراء والتخزين متساويتين أو متقاربتين، وأيضا تكون التكلفة الكلية للاثنين معا عند أدنى مستوى يمكن الوصول إليه، حيث أن بعد هذا الحد تبدأ تكلفة الشراء والتخزين والتكلفة الكلية في الارتفاع. تحديد مستوى إعادة الطلب يقصد به الحد أو المستوى الذي إذا وصل إليه رصيد المخزون من الصنف يجب إصدار أمر الشراء، أي بمعنى إذا نقص في المخزون، إذا نقصت الأجزاء أو الخامات أو اسمه بدأت تنقص في المخزون، على إدارة المشتريات أن تبدأ به بإصدار أمر الشراء جديد، إصدار أمر شراء جديد، وذلك بكميات اقتصادية تفي بغرض الاستخدام، بحيث أنه عند ورود الطلبية الجديدة يكون هذا الرصيد من الصنف قد وصل إلى مستوى أدنى، وبالتالي قد نقول عليه مستوى حد الطوارئ، يعني خلاص، يعني في وقت مناسب جدا، أي الكمية التي يحتفظ بها لمواجهة التغيرات الطارئة. ويتوقف تحديد مستوى إعادة الطلب على عنصرين: معدل الاستخدام اليومي أو الشهري أو السنوي، والذي يتحدد بناء على الخبرة السابقة والتنبؤ بالمتغيرات المؤثرة على التشغيل، والمستوى الثاني أو العنصر الثاني هو وقت الاستلام، هو وقت الاستلام، وهي الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إصدار أمر التوريد حتى تصل الطلبية الجديدة إلى المخازن. موضوعنا الأخير اللي هو الرقابة على المخزون. المخزون هو التجميع المادي لكافة الموجودات المتاحة لدى المنظمات الأعمال من مواد أو أجزاء أو مهمات تشغيل أو أجزاء وسيطة أو نصف مصنعة أو حتى سلعة بشكل عام، أو حتى سلعة تامة الصنع بشكل عام. وبالتالي فإن إشكالية المخازن هي إشكالية كبرى، وبالتالي لابد من الاهتمام بموضوع الرقابة على المخزون. ومن أهم وظائف المخزون ضمان استمرار العملية الإنتاجية وأداة لتحقيق التوازن بين حجم المعروض من عناصر المخزون وبين حجم المتطلبات، وأيضا تجنب مخاطر النفاذ وتقلبات الأسعار، والقدرة على تحقيق التخصيص في الإنتاج وتحقيق التوازن بين مدخلات ومخرجات العملية التشغيلية الحالة. وبالتالي فإن مفهوم الرقابة على المخزون ما هو إلا ذلك النشاط الخاص بالتخطيط والترتيب والجدولة لكمية المواد والخامات والأجزاء المطلوبة والموجودة داخل المخازن. أسباب أهمية الرقابة على المخزون: أول شيء التأثير المباشر للمخزون على الأصول المستخدمة بالمنظمة وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء وطريقة إدارة الأصول. أيضا الحاجة إلى تخفيض مستوى المخزون إلى مستوى الأدنى، وفي نفس الوقت مواجهة متطلبات جهات الاستخدام وإمدادها بكافة احتياجاتها دون التعرض لنفاذ المخزون. دورة الرقابة على المخزون، هناك عندنا عدة دورات. أول شيء وضع مستويات قياسية للمخزون، قياس المتغيرات الفعلية للمخزون، مقارنة المعايير القياسية بالمتغيرات الفعلية للمخزون، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، ومن ثم تطبيق هذه الإجراءات التصحيحية مثل إصدار أمر التوريد أو تجنب تكرار الانحرافات. أخيرا نماذج مراقبة المخزون، لدينا نموذج باريتو. مبدأ باريتو يتوقف هذا التحليل ويسمى التحليل الثلاثي، حيث تتعدد تصنيف وتوصيف عناصر المخزون التي سوف تخضع للرقابة، إلا أن هذا الرقابة يجب أن تكون مرتبطة بإجمالي حجم الأموال أو الاستثمارات المتعلقة بعنصر معين أو مجموعة عناصر داخل المخزون، بحيث يكون هناك قدرا مناسبا من الرقابة حجما ونوعا، وتتحدد درجة أهمية المجموعة وفقا لقيم استخدامها السنوي،
حيث تستخرج القيمة على أساس متوسط الاستخدام السنوي من الصنف أو الاستخدام المقرر في السنة مضروبا في قيمة الوحدة. ويستخدم لهذا الغرض أسلوبا تحليليا يسمى نموذج التحليل الثلاثي، ويطبق في حالات المخزون المستمر. وبالتالي سمي نموذج التحليل الثلاثي الرقابي، ويوجد فيه أن هناك 20% من عناصر المخزون تستهلك أكثر من 80% من إجمالي المنفق على نشاط الرقابة، حيث تستحوذ هذه الأصناف على نسبة مرتفعة من إجمالي قيمة الاستخدام السنوي، وهذه الأصناف تؤثر على نشاط المنشأة وتحقيق أهدافها. 80% من عناصر المخزون تستوعب نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي قيمة ما يستخدم سنويا من أصناف، ومن ثم تستهلك 20% على الأكثر من إجمالي الأموال المنفقة في الرقابة على هذا النشاط. وبالتالي فعليه أن التركيز على عدد قليل من عناصر المخزون يمكن تحقيق درجة عالية من الرقابة، وفي نفس الوقت مراعاة عناصر التكلفة، وهذا ما يعرف بمبدأ باريتو. في نهاية لقائنا التعليمي السادس تناولنا في هذا اللقاء الكمية المناسبة للشراء، وهي تتضمن توفير المواد والسلع والمهمات وسائر المستلزمات بالكمية التي يحتاجها الإنتاج. ويعد توفير وتدبير احتياجات الشركة من أهم أهداف إدارة المشتريات، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في الحدود المناسبة من ناحية الجودة والكمية والسعر والوقت ومفهوم الكمية المناسبة. وتطرقنا إلى مشاكل مصاحبة لانحراف التحديد المناسب لكمية الشراء، ومنها مخاطر نقص كمية الشراء عن الكمية المناسبة، ومخاطر المغالاة في كمية الشراء عن الحد المناسب. ثم تطرقنا إلى الرقابة على المخزون، وهو ذلك النشاط الخاص بالتخطيط والترتيب والجدولة لكمية المواد والخامات والأجزاء والمنتجات كاملة الصنع، ومتابعتها حتى يمكن توفيرها بما يتفق وظروف وجداول التشغيل المخططة. في نهاية لقائنا التعليمي نتمنى لكم دوام التوفيق.